في طوكيو تشهد شوارع المدينة إطلاق خدمة توصيل الطعام باستخدام الروبوتات الذاتية التحكم، حيث يمكن للسكان والعاملين في حي نيهونباشي طلب الطعام عبر هواتفهم الذكية وتسلمه من خلال روبوتات تنقل الوجبات بكفاءة وأمان عبر الشوارع. هذا النوع من الخدمة الذي بدأ تنفيذه ابتداء من 6 مارس يعكس التقدم التكنولوجي في مجال الخدمات اللوجستية والتوصيل. الروبوتات هذه أظهرت قدرتها على التنقل بسلاسة عبر الأرصفة وممرات العبور، متجنبة الاصطدام بالمارة بفضل حساساتها المتقدمة، وتعمل بشكل ذاتي تماماً مع القدرة على التوقف لتجنب العقبات، مما يجعل عمليات التوصيل فعالة وآمنة. مع ذلك تتم مراقبة الروبوتات دائماً من قبل مشغلين بشريين لضمان الاستجابة السريعة لأي طوارئ. المجتمع يتقدم في السن بشكل متزايد، ونقص العمالة يمثل مشكلة خطيرة، لذا فإن هذا النوع من الخدمة سيحل المشكلة، وهذا يمكن أن يكون فعالاً للمناطق الأقل كثافة سكانية. الخدمة التي تعد الأولى من نوعها في اليابان تلقى ترحيباً من الجمهور. يرى البعض أن استخدام الروبوتات في أيام الطقس السيء يمكن أن يخفف من عبء العمل على موظفي التوصيل، بينما يعتقد آخرون أن هذه التجربة قد تساهم في حل مشكلة نقص العمالة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة وبين كبار السن.